استاذنك تلفين هنعمل بس ريت الجلاش مع حضرتك. ده هو تابع ملعبك. ايه رايك؟ تمام. اللي كانك بصرونا دلوقتي نشتغل واشرحي لنا بقى هتفطر ايه النهارده؟ النهارده ست الكل النهارده هاكل كبسه. بمناسبه الكبسه كان معانا طبعا ضيفه النهارده فاتعلمت من ايد مامت حضرتك الكبسه. ايوه كذا حد الاستاذه هبه طبعا اتعلمت الكبسه من ايد اعترفت على الهوا. الهام نمر الاستاذه الهام نمر. ايوه اتعلمت الكبسه من ماما فريال. الاستاذه الهام نمر اتعلمت من ايد مامت حضرتك الكبسه بالظبط كده، واشادت بان ماما شاطره جدا في المطبخ. هي الحقيقه شاطره ما شاء الله عليها. يعني هنعمل العجينه دي كده هنا. فماما بتعلم طبعا الزملاء في المطبخ، اكيد برضو حضرتك اتعلمت منها حاجه. لا لسه ما اتعلمتش كل بس انا ناوي اتعلم ان شاء الله لازم. بس هي انا بقول لك هي عندها مشكله انها ما بتقولش المعيار. دي بتشتغل بالبركه وعندها مشكله ان هي طول عمرها، وده اللي خلانا يمكن ما نعرفش قوي نتعلم منها. حلو. مش بتحب حد يبقى معاها وهي بتطبخ. ما بتحبش حد في المطبخ. ده في ناس كتير كده يا شيخ مغازي. لا مش كده، يعني هقول لك على حاجه، اللي عايز يعلم حد هيعلمه، بس في تركايه بيحتفظ بها لنفسه. اكيد ماما طبعا بتقول التركايه لان هي مش عايزه منافسه هنا. فعادي يعني ممكن تكون مش عايزه منافسه. انا هعمل دلوقتي الجبنه القريش. استاذه طبعا ايمان هتعمل لنا طبقات الجلاش مع الجبنه القريش، مقاديرها على الشاشه. جبنه قريش بالشكل ده كده مع حبه البركه اهيت. استاذه ايمان احط عليها بيض على الجبنه بيض عشان تتعمل صينيه في الفرن. احط عليها شويه بقدونس حلوين مفرومين. بمناسبة البقدونس والكزبرة في سؤال صعب شوية النهاردة، عايز حضرتك تطلعي لي البقدونس من هنا. اهو ده البقدونس. ده البقدونس. عايزين نشوف تفاصيل الفرق بين البقدونس والكزبرة من الأستاذة إيمان. ده صح البقدونس؟ تقولي انت. انا عايز دلوقتي بقدونس عشان اقطعه على الجبنة دي. تمام. ده البقدونس. ده البقدونس. ولا ايه؟ انت شككتني في نفسي يا شيخ بغاش. لا ما انا هاخد من ايد حضرتك واقطع. طيب ده البقدونس. ايوه صح، عشان انا مش واثقه بنفسي في المطبخ. بس انا طلعت صح. انت طلعت صح. ايوه. طب المفروض اقول الحقيقه ولا ايه؟ لا دي كزبره مش بقدونس. بجد؟ والله لا 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 بجد؟ لا مش معقول. دي كزبره. دي كزبره. ده البقدونس ودي كزبره. دي لا ده موقف وحش قوي. لا بجد؟ ده فعلا؟ بجد والله العظيم كزبره. دي كزبره وده البقدونس. ده حتى يعني حبيت اساعد حضرتك، تراجعت في انك تغيري رايك، بس انت مصممه ان دي بقى. حسيت ان انا واثقه. كزبره كزبره ما بتجيش على الجبنه خالص. لا انا عمري ما هنسى بعد كده البقدونس في حياتي. بعد الموقف ده. ده بقدونس؟ لا لا انت لخبطت. لا والله العظيم. لا ايه؟ طب انا ماشي اوكي، يعني ده شبت. ده الشبت. ده الشبت. ده الشبت. طيب يبقى ده البقدونس اكيد. لا لخبطتني يا شيف مغازي بقى كده. بصت مال ده البقدونس. أيوة. اوكي يعني انا صح. طبعا صح، طبعا صح يا ست الكل. قولي لنا الميه في 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 حياتك، الميه على السفره بالذات بتمثل ايه؟ لا انا الميه بالنسبه لي جزء مهم في حياتي. ده اسلوب يعني في البعض البعض ما يحبش الميه كتير، يعني بيستغنى عن عصير طالما بيشرب شوربه. يعني دايما دكاتره التغذيه بتنصح بشرب الماء، ونروح البيت ننسى النصيحه دي. حضرتك بقى؟ لا ما انا عشان خاطر اواظب على النصيحه دي انا بعمل حاجه في حياتي، ودي اللي بتشجعني على شرب الماء. اي مكان بروحه لازم ازازه الميه معايا. حلو. ايا كان المكان ده ايه. اصل الناس بتنسى شرب الميه طول ما هي بره البيت كمان، يعني مش افيد حاجه للجسم شرب الميه. طبعا طبعا. ولو شربتها في كوبايه مش هتاخد الكميه اللي الجسم محتاجها. حلو. حلو. فان ازازه الميه تبقى معاك ويبقى عندك هدف او تارجت طول اليوم انك هتخلصها. يعني مثلا حضرتك ممكن تشربي قد ايه ميه في اليوم مثلا؟ لا ممكن ازازتين اللي هي اللتر ونص. بس تبقى معايا، ما هي لو هي مش معايا طول الوقت عمري ما هشربها. هتنسي. هنساها. مظبوط. لكن طول ما هي جنبي هعمل التارجت ده وهخلصها. دي حل. مهمه جدا. طبعا بتلعب رياضه برضو اساس موضوع المشي ده اساسي. لا هو المشي. المشي. حلو قوي. والمشي مفيد جدا. طب احنا هنعمل دلوقتي صينيه الجلاش دي بالجبنه.
ممكن حضرتك تعملي طبقات كده. تمام، احنا حطينا الاول طبقتين ولا ثلاث طبقات جلاش حل. صح حل. دلوقتي دي الجبنه نحط كمان طبقه بعد اذنك. نحط طبقه كمان واحده اهي حضرتك حطها. احنا حطينا الجبنه على بيضتين بيضتين صح حسب الكميه على البقدونس. استاذه ايمان انت بتخش المطبخ؟ بخش المطبخ. بتعملي اكل ايه؟ بص حاجات يهمني يعني. اعرف حضرتك انت دخلت المطبخ دلوقتي هتعملي اكله او حابه تخش المطبخ النهارده هعمل اكله. هو في حاجه انا اتعلمتها جديده فضل. سهله هي شوربه الطماطم. تمام حلوه. وشوربه الطماطم عملتها في المطبخ عملتها ازاي؟ بدي فضل. احسن هقول لك. هي المكونات طماطم وبصل حلو. وجزر وبطاطس طبعا بيتسووا على النار مع ملح وفلفل. حلو. تمام. وبعدين بيتسابوا بعد كده بعد ما بيتسووا مع بعض يتسابوا يبردوا شويه. حلو. وبعدين يتحطوا في الخلاط. حلو برافو. وبعدين احنا شطار اول. ايه؟ احنا شطار. ايوه والله لو بدات الطريق هكمله. وبعد ما يتحطوا في الخلاط تمام بنصفيهم طبعا ويتحطوا على النار تاني. لما يتحطوا على النار في حاجه تانيه ممكن تضاف عليهم يا شيف مغازي. كوبايه لبن. على شوربه الطماطم. حلو. بتطلع طعمها لطيف جدا ده اولا. ثانيا سهله وبسيطه وبتهيألي مش مكلفه يعني مش مضطر كل يوم وصحية. تبقى على السفره او صحيه لازم فراخ شوربه فراخ او لحمه. ممكن نستبدل اللبن بالكريمه ممكن بس هتكون اتقل. ايوه اتقل. لو حد ما يقدرش على الاكل التقيل اللبن يكون افضل. انا هحط الجبنه والبقدونس كلها صح؟ حط الكميه كلها مفيش مشكله. تمام. انا عارف ان ماما اسكندرانيه هي والاسكندرانيه شطار جدا في السي فود طبعا في الاسماك كلها. تحبي تاكلي من ايد ماما ايه بقى في السي فود؟ جدا جدا ليها في السي فود جدا كمان. تحبي تاكلي من ايديها ايه؟ هي بتحب طبعا بتاكل كل حاجه طبعا بتعملها حلوه اكيد, أكيد. هي بتحب تعمل الاسماك كلها. السمك اللوت بتحبه قوي. حلو. مع البطاطس طبعا. في كمان السمك بقى البولتي والمقلي وبتحب الشبار جدا. بس ده بنجيبه مشوي بس ليه مواسم معينه عشان يبقى فيه بطروخ. بتعمل طاجن كلاماري يجنن. ده كل اصحابي بيحبوه من ايديها. والجمبري والكابوريا يعني زي محلات السمك بالظبط. طبعا بالنسبه لها السي فود ده مدرسه يعني مدرسه وهي بتحبها. هي بتحب تعشق الاكله دي. شوربة السي فود بتعملها لك اكيد طبعا. لا ما بنعملش شوربة السي فود بصراحة. مش تسلمي. مش بنركز عليها. عجبتني كده الخلطة. طيب تمام زي الفل. هنحط بقى رقة كده كمان. ايه رأيك؟ على الوش كده وناخدها كده علشان تيجي بالشكل ده كده. ايه رأيك؟ تمام حلو. تكملي حضرتك. سهلة. اي بس اجرب. حط لنا اربعة بس اربع رقات من دي. حطينا واحدة بقى ثلاثة. اوكي سهلة والله. سهلة عشان انت بتعمليها. هندخلها الفرن دلوقتي ونحط عليها شوية سمنة على الوش وندخلها الفرن. طب الموضوع بسيط اهو. لا المطبخ على فكرة من الحاجات السهلة الممتعة زي ما انت عندك بالنسبة للمشي كده ساعات ساعات وخلاص برمجت نفسك تسمعي بجد والله العظيم. هو المطبخ كده ممكن أيوة برضه تشربي القهوة بتاعتك. ايوه اللي بيحبه. تشربي القهوة بتاعتك وداخلة بحب هتعملي حاجة حلوة اكيد هتطلع معاك الحاجة حلوة. انا كده احط كمان رق ولا كده كفايه؟